Beste mensen, we gaan naar het tweede gezin, inshallah. Ook een alleenstaande moeder met kinderen. Dus we gaan deze schaap brengen, inshallah. Yalla. Goed zo, jongen. Ja, hou je dek. أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبداً